قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجله مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، لينذر من كان حيا ويحق القرار الكافرين. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاعتصام بحبل الله والتمسك بشريعة الله والعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الله نورا وكتابا مبينا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ومن هدي إلى صراط مستقيم فقد رشد واهتدى، ومن ضل الطريق فقد خاب وخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أيها الإخوة المؤمنون، إن هذه الحياة التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا في هذه الدنيا إنما هي في الواقع كسلسلة طويلة للامتحانات والاختبارات. ففي هذه الحياة وفي طريقها منعرجات وطرائق ذات ألوان وأنواع، وقد يتغافل المسلم عن هذه الحقيقة الواضحة، ولكن الطريق الواضح الذي بينه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إنما هو الطريق المستقيم الذي سماه الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم. فمن سلك هذا الطريق المستقيم فقد ربح ونال ما قد قدره الله سبحانه وتعالى له في هذه الدنيا وما قدر له في الآخرة من جنات ونعيم. ولكن كثيرا منا يتغافل هذه الحقيقة ويعيش في غفلة، أي غفلة، أنه لا يعرف لماذا خلق في هذه الدنيا وما هو الغرض الأصيل الذي أراده الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان في هذه الدنيا. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك
وبيانه في كتابه العظيم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ليس الإنسان قد خلق في هذه الدنيا وبعث إلى هذه الدنيا لكي يعيش في غفلة أي غفلة، بل يعيش على ذلك الطريق المستقيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك هو الطريق المستقيم الذي تحدث عنه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، فقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منشيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفسدا أو عرفة مغلوطا مجهدا أو الدجال وشر غائب يسر أو الساعة فاستعد عنها وأمر. هذا ما قاله الله سبحانه، هذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا لحياة الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا، كيف ينبغي أن يعيش، وكيف يجوز له أن يبرر لحياته في هذه الدنيا ويدعي أنه إنسان أفضل خلق الله تبارك وتعالى. أيها الإخوان، إن الإنسان إنما هو أفضل خلق الله تبارك وتعالى، لا شك في ذلك، ولكنه يكون في بعض الأحوال أفضل من كل خلق حينما يتناسى حقيقته وحينما يغفل الغاية التي خلق من أجلها. وما هي تلك الغاية؟ الله سبحانه وتعالى صرح بها في هذه الآية، فقال تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن المؤمن الصادق المقبل على الله تبارك وتعالى والمحب لله تبارك وتعالى إنما يعيش في هذه الدنيا فإنه يراها قنطرة للآخرة، يراها يعيش في هذه الدنيا لكي يكسب لآخرته ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما قد أمر به رسولنا العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدنيا لم تخلق إلا لامتحان الإنسان ولاختباره كيف يعيش وكيف يشكر نعمة الله، هذه النعمة العظيمة التي لا تساويها أي نعمة، وهي النعمة الإنسانية التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها. فيجب علينا أيها الإخوان ألا نتناسى أن هذه النعمة إنما هي نعمة كبرى لا تساويها أي نعمة من نعم الدنيا. فالإنسان إنما خلق لكي يتنعم بهذه النعم ولكي يمثل هذه النعمة، نعمة الإنسانية التي يكرمه الله سبحانه وتعالى بها. وليس هناك أي خلق يساوي الإنسان في حال من الأحوال مهما كان كبيرا ومهما كان قليلا، ولكن الإنسان إنما خلق لعبادة الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما هو ما خلق الجن والإنس الذي يعبدون. وما هذه العبادة؟
كيف هذه العبادة؟ كيف تتحقق هذه العبادة؟ وإنما تتحقق هذه العبادة كي يكون الإنسان مقبلاً على الله تبارك وتعالى في جميع أحواله وفي جميع أعماله ويمارس الأعمال الصالحة التي ترضي الله تبارك وتعالى في كل حال من الأحوال، ولا يعيش هكذا في هذه الدنيا وهو غافل عن غاية خلقه، يعيش مثل خلق الآخرين، يعيش مثل الحيوانات والبهائم، فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان مثل البهائم، ولكن الإنسان إذا تغافل عن غايته وعاش مثل حيوان فإنه يعتبر حيوانا أكبر من كل حيوان، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى لا يرضى بمثل هذه الناس بمثل هؤلاء الناس الذين لا يقبلون على الله تبارك وتعالى ويتناسون هذه النعمة العظيمة نعمة الإنسانية التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. فيجب علينا أيها الإخوان أن نكون دائمين ذاكرين أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لكي نعمل كما أمرنا الله بذلك عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل لنا هذه الشريعة الكاملة الدائمة الباقية النامية. إنما تبقى هذه الشريعة إلى آخر يوم هذا الدين، ويجب على الإنسان أن يتبع هذه الشريعة وينفذها في حياته في كل حين وآن. بادر بالأعمال الصالحة فستكون فتنة كقتل للمسلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقبل أن نبيع ديننا بعرض من الدنيا يجب علينا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بخلقنا في هذه الدنيا، وإذا لم نغتنم هذه الفرصة العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى فسوف لا نستطيع أن نعيش في هذه الدنيا في سعادة وفي هناء، ولا في الآخرة يكون لها أي أجر من جنات النعيم. فيجب علينا أيها الإخوان أن نجمع بين الدين والدنيا، أن نجمع بين أعمال الصالحات في هذه الدنيا التي ترضي الله تبارك وتعالى وتكون متعلقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونعيش ونعيش للآخرة في الأعمال الصالحة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها عن طريق رسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونطبق هذه الشريعة العظيمة، هذه الشريعة الدائمة نطبقها على حياتنا على كل جزء من أجزاء الحياة، ليس في جزء واحد أو جزئين أو ثلاثة أجزاء فقط، بل إنما نطبق هذه الشريعة الإسلامية على كل جزء من أجزاء الحياة 100%. فكما جاءت هذه الشريعة كذلك تطبق هذه الشريعة بكاملها، ولا يمكننا أن ننقص منها أي شيء أي ذرة، ما يمكن في أي حال من الأحوال، ولكننا نعيش في غفلة، نستوحش من الآخرة، ونعرف الحياة الدنيا، ونعمل للدنيا كل شيء كل عمل، ونبذل طاقاتنا لكسب شيء حقير في هذه الدنيا، رغم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلقنا لكي نعيش في هذه الدنيا بالأعمال الصالحة حتى نكون مستحقين في الآخرة بجزائه الأوفى الذي لا يكون أقل من جنات النعيم. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لكي نبني آخرتنا،
أن هذه الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، فلذلك فيجب أن نطبق هذا القول العظيم على حياتنا في هذه الدنيا حتى نكون من أولئك الصالحين، أولئك الناجحين الذين ينجحون في هذه الدنيا في حياتهم الدنيا بشيراتهم الدنيوية، وننجح في الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى بدخولنا في جنات ونعيم إن شاء الله تعالى، وبنالنا الجزاء الروفة من الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله سبحانه وتعالى يا إخوان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اتقوا الله سبحانه وتعالى يا إخوان، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان